رمضان كريم. زي ما حكينا بالحلقة الماضية أنه طبيعي تتعرض مناطق مختلفة من الوطن العربي أو حتى العالم إلى سيول أو فيضانات، وهذا أمر طبيعي في علم الأرصاد الجوية أو في الطقس بشكل عام. بعد عامين من سيول جدة اللي حصلت في العام 2009 اللي حكينا عنها في الحلقة السابقة، تعرضت مدينة جدة مجدداً لموجة من السيول القوية في العام 2011 تحت ما يسمى كارثة سيول جدة الثانية. في يوم الأربعاء 26 يناير العام 2011 تعرضت مدينة جدة مرة أخرى إلى الكثير اللي حكينا عنه سابقا، هو وصف بطلق أهل المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية على حركة السحب الرعدية تتحرك باتجاه الجنوب الشرقي. مرة أخرى حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي بتأثر على مدينة جدة، كميات كبيرة جدا من الهطول المطري خلال فترة زمنية قصيرة كانت خلال يوم الأربعاء، وتم إطلاق على هذا الأربعاء بالأربعاء الأسود. رافق هاي الحالة الجوية سيول جارفة، أكثر من 100 وفاة ومئات الإصابات بفعل الأمطار الغزيرة والمياه التي جرفت كميات كبيرة من السيارات في طرقات مدينة جدة. غزارة الأمطار اللي كانت تهطل على المدينة استدعت تدخل الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة الأشخاص المنكوبين والتي حاصرتهم المياه في أكبر عملية إنقاذ تشهدها المملكة في التاريخ الحديث. من الجدير ذكره أنه ارتفاع منسوب المياه بالطرقات في كارثة جدة الثانية بلغ ضعف ارتفاع المنسوب اللي صار بكارثة جدة الأولى اللي كانت بعام 2009 وأدت إلى وفاة 116 شخص. وبحسب الدفاع المدني السعودي في هذه الحالة تم إنقاذ 1450 شخص من خلال الفرق المنتشرة في الأرض وحوالي 500 شخص من خلال الطوافات المروحية. ولما نرجع نشوف حالة جدة الأولى وحال جدة الثانية اللي صارت 2009 و2011 والعديد من الحالات الجوية اللي كانت في منطقة البحر الأحمر قوية، بنرجع أنها دائما بتكون هاي الحالات بنشوف بتصير بفصل الخريف. وهون بيجي سؤال، ليش بفصل الخريف بتنشط هاي الحالات بشكل قوي بتكون بتأدي إلى سيول وفيضانات على طول البحر الأحمر؟ إجابة هذا السؤال بسيطة. بفصل الخريف بتصير الكتل الهوائية الباردة قادرة توصل إلى منطقة بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر. في نفس الوقت بيكون البحر الأحمر بهاي الفترة في ذروة تسخينه، بالإضافة في ذروة نشاط المنخفض البحر الأحمر اللي بيكون وقتها قادر على جذب الرطوبة الاستوائية من المناطق الأفريقية. جميع هذه الظروف بتؤدي إلى نتيجة التقاها إلى تشكل جبهة في البحر الأحمر وخط من السحب الرعدية القوية اللي تتحرك بشكل تدريجي نحو المناطق الجنوبية الشرقية أو باتجاه الجنوب الشرقي، أي نحو سواحل البحر الأحمر، وبالعادة بتسبب هطول أمطار رعدية غزيرة أو ما يسمى باللهجة العامية بحسب أهل الغربية بالكثير. استنونا في الحلقات القادمة لمعرفة مزيد من الأحداث الجوية المؤثرة والهامة اللي أثرت على الوطن العربي بالفترة الماضية. سلام.